خير الاخبار. النهارده انا في مشروع نوبل اي، الشركه المصريه الكويتيه، الشركه المصريه شراكه مع الشركه الكويتيه. دلوقتي ده مشروع كله فيلات، زي ما شايفين ده الاستندات، ده ستاند الون، نلف كده مع بعض الستاند الون ستاند الون ستاند الون قدام بعض، وبعد الستاند الون على طول التوين هاوس، اهو التوين هاوس برضو ورا الستاند الون ده، في كمان توين هاوس مبني لو خدنا بالنا من بعض، خدنا بالنا منه كده تمام. وهنا كده المساحه بتاعه النادي، النادي ده على مساحه كبيره جدا في نص المشروع زي ما انتم شايفين، لسه طبعا بيتبنى وفي حاجات اندر كونستراكشن. المشروع برده زي ما انتم شايفين مبني فيه اكتر من 50%، لان بص احنا كده هنا مش هنطبق حاجات كلها متسلمه او لسه هتتسلم كل المشروع مع بعض، هو يبقى استلام سنتين مع بعض زي ما انتم شايفين كده. بصوا معايا ده كده المشروع، الديزاين الواجهات عامل ازاي. طبعا احنا بنخش من اول الشارع ما بين تاج فيل، المشروع بتاع تاج الفيلات، نخش هنا على طول على المشروع بتاعنا بتاع نوبلي اللي هو الشركة المصرية الكويتية. وهنا كده مساحة المشروع برضو مش صغيرة زي ما انتم شايفين، اهو كل ده لسه هيتبنى اندر كونستراكشن، كل ده لسه هيتبنى. المشروع على مساحة 25 فدان، طبعا في تاونات ونات، في تاونات وبتوين وستاند الون، في ثلاث تايبس. المشروع كله فيلات بس تمام، ممتاز جدا بصراحة. احنا برضو بنبص هنا على الكونستراكشن، على السور، على الديزاين، على الحاجات دي كلها. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد، معاكم بافل البير مستشار عقاري. النهارده انا موجود في لوكيشن تاك سيتي، بس مش في مشروع تاك سيتي، انا في مشروع تاني. في قطعة الأرض بتاعة تاك سيتي، المشروع ده على مساحة 25 فدان، بتقدمه الشركة المصرية الكويتية. الشركة دي بقالها كتير ما نزلتش بمشاريع، بس المرة دي نزلت بمشروع قوي جدا في الديستنيشن دي بالذات. وطبعا الديستنيشن دي معروفة اللي على طريق السويس، الفيلات فيها بتوصل لكام وبتبتدي من كام، فطبعا اللي هي تبدأ تنزل بالأسعار دي وكمان استلام سنتين، فده حاجة جامدة جدا في السوق أو في الماركت كله عامة. الاستلام طبعا سنتين دي حاجه دايما لو احنا هناخدها لازم يبقى البيمنت بلان بتاعتنا قليله، على 5 سنين على 6 سنين، لكن هم بيقدموا بيمنت بلان ب 10% مقدم و8 سنين، فدي بيمنت بلان مميزه جدا جدا على الاستلام ده. كمان المشروع كونستراكشن فيه اكتر من 50%، وانا وريتكم طبعا الكونستراكشن وصل لايه، فده في حد ذاته كويس جدا. لو احنا بندور على حاجه اندر كونستراكشن بنبقى ساعات نقول يا ترى المطور هيبني، يا ترى المطور مش هيبني، اسم المطور، المطور عمل ايه قبل كده. لكن انا بوريك مشروع النهارده استلام سنتين على 25 فدان، يعني مش مشروع كبير هنستنى مراحل كتير تتسلم او استنى يخش المرافق للمشروع، لكن انا لا، المشروع بتاعي 25 فدان ليه جيت خاصه مش مشترك مع تاك سيتي، لا في سور وفي جيت خاصه بالمشروع. المشروع عباره عن ستاند الون وعباره عن توين وعباره عن تاون، يعني في ثلاثه تايبس، ستاند الون، تاون، توين تمام. طبعا المساحات في المشروع بتبدا من اول فيلات 150 متر بالنسبه لقطع الاراضي، ومبني عليها البيلت اب اريا 200 متر، يعني تقريبا الدور الارضي 80 متر، الدور الاول 80 متر، وكمان الروف 40 متر. ده كده بالنسبه لاصغر مساحه، وطبعا اصغر مساحه بتبدا من اول 13 مليون 500، ده سعر مميز قوي ان انا بدفع هنا مقدم 1,350,000 وبقسط الباقي على 8 سنين ايكوال بدون اي دفعات، فدي حاجه مميزه جدا جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم،
طبعا المشروع ده مميز جدا، انا عجبني المشروع عشان كده قلت اصوره لكم برضه عشان تاخدوا فكره عنه. اتباع منه كتير جدا، اللي فاضل حاجات صغيره، يمكن الباقي ده هيبقى حوالي كام ستاند الون على كام توين. ولو عجبكم الفيديو عجبكم المشروع يا ريت تخش تكلموني، انا هسيب لكم رقمي طبعا على الشاشه، تكلموني اي وقت انا موجود معاكم. وما تنسوش تعملوا طبعا سبسكرايب وتفعلوا الجرس، واي حد عنده استفسار حابب يسيب كومنت انا هرد عليك على طول، مفيش اي مشكلة. وشكرا، واستنوني في فيديو جديد. سلام.